عندك في سنة 97 عملتي موضوع صوروكي فيه، وصورتي مع شمبانزي ولا حاجة زي كده، وكتبة طفولة ضائعة وشقاء لذيذ. هي زي ما انا قلت لك طفولة ضائعة، ما بنكرش. شقاء لا يعني يعني انا ما افتكرش حياتي متعبة يعني، لا بالعكس مستمتعة الحمد مستمتعة لله، وراضية ومبسوطة ومش حاسة ان حياتي فيها شقاء الحمد لله. الحمد لله. اللي جاية بقى المانشيت يعني يخض. حاطين صورتك وكاتبين الازواج الثلاثه في حياه لبلبه، تذكري منين؟ الازواج الثلاثه لا يكون شغلي. ساعه صفا طبعا شغلي. انا بعتبر ان انا زي الراجل اللي متجوز ثلاثه. مين بقى ومين ومين؟ الغنى والتمثيل والاستعراض. فانا يعني بجري هنا شويه وبحاول اراضي دي شويه واراضي دي شويه، وبعدين احس مثلا ان انا كنت مقصره في حق الغنى فاجري على الغنى شويه واعمل اغاني، وبعدين هوب يجيني فيلم او ما نسيب كل حاجه واتفرغ للفيلم. ما بعرفش اعمل كام حاجه مع بعض يعني ابقى حاسه ان انا ايوه مقصر. بس انت جامعه الازواج الثلاثه دلوقتي. جوزاتي الثلاثه. ايه رايك نونيا لو نرجع لشاشتنا ونشوف مع بعض مفاجاه على الشاشه؟ نونيا او لبلبه زي ما ده اسم الشهره بتاعها، فنانه تعتبر من الفنانات النادرات على مستوى العالم، اللي هما بيبتدوا منذ الصغر ويستمروا بعد كده لما بيكبروا في مرحلة الشباب، وبعدين تتقدم شوية يعني حتى تصل 40 أو أكتر، وتفضل في منطقة تألق كويسة. ده ما بيحصلش للفنانين اللي بيبتدوا صغيرين وبعدين يكبروا، يعني عندنا امثله كتير نقول عليها. فهي بالنسبه لي فنان نادر اصلا، اما كانسان بقى فهي ايضا شيء نادر. نادرا ما ارى اشخاص قادرين على الدهشه، ودهشتهم هي دهشه الطفل الصغير الذي لا يزال عنده القدره على التعلم والتحصيل وبشغف، لأن الدهشة تدعو إلى التأمل، والتأمل على طول يدعو إلى تحصيل المعرفة والعلم أو المعلومة بشكل عام. فهي كإنسان أيضا بالنسبة لي شيء نادر. الحقيقة إيه الكلام الحلو ده؟ أنا بشكر الأستاذ محمود حميد، الحقيقة أنا بشتغل معاه فيلم دلوقتي، وكانت مفاجأة حلوة ان انا رأيه الجميل ده فيا. الحقيقة انا بتأثر. ايه الدلع اللي انا بتدلعه ده؟ انت تستاهلي الدلع كله طبعا يعني. حقيقة انا بشكره قوي قوي الاستاذ محمود حميدة. اول مرة تقفي قصاده في عمل؟ اول مرة. هل في صداقة اصلا بره العمل يعني من بدري من غير شغل ولا حاجة؟ احنا كنا يعني صداقة كانت عادية خالص، يعني زميل ما اشتغلتش معاه، بس كنا بنتقابل دايما في مهرجان كان السينمائي، واكتشفت ان في حاجات كتير زي صحيح. يعني هو إيه ممثل كبير ومشهور وبيشتغل في السينما ولو لونه وكل حاجة، وبالرغم من كده بيحضر مهرجانات وزي ما أنا بروح، وبيبقى حريص إن يشوف كل الأفلام. وكل سنة يعني تقريبا إحنا بنكون مع بعض، يعني هو دلوقتي بقى له حوالي 4-5 سنين بيحضر مهرجان كان ومواظب. وبيسافر أمريكا وبيحاول إنه يثقف نفسه فنيا ويبقى فيه دراسة بالنسبة للسينما. فدي حاجة برضو نادرة، إن يعني أي ممثل بيقولك أنا دلوقتي
مشهور ومطلوب. طب ليه؟ انا عارف كل حاجه لكن لا، انا برضو زيه في الحته دي، افضل عايزه اتعلم وعايزه ابقى احسن، ولما اعمل فيلم عايزه الفيلم اللي بعده ابقى احسن فيه. نونيا، استكمالا للي قاله نجمنا محمود حميده، في سؤال هو هساله لك تاني على الشاشه وشوفي هتردي تقولي له ايه. نشوف الشاشه بتاعتنا. التليفون المحمول عمل فيك ايه يا نونيا؟ حكايه التليفون المحمول ده رمز ده ولا ايه؟ التليفون المحمول اصلا انا جبته عشان امي. صحيح. فما حدش عارف حتى نمرته. فقدمت وقعدت استنى، وبعدين فجاه لقيت محمود شايل معاه تليفون المحمول بتاعه، فغيرت. قلت له اشمعنى محمود حميده خد التليفون المحمول واحنا لا؟ فقلت له طب انا عايزه برضه تليفون. قال ده زمان الورق جه هناك، لازم تبعتي حد. حاضر يا نونيا، انا هشوف لك اللي جاب لي التليفون المحمول. جاب لك التليفون المحمول؟ فروحت وخدت التليفون المحمول، فكل شويه يقول لي مبسوطه بالتليفون المحمول. قلت له ما حدش بيطلبني فيه غير امي. انا عملته علشان امي تجيبني من اي حته. فبس كل شويه يقول لي اخبار المحمول ايه معاكي، حد عارف النمره؟ وهو ما خدش المحمول، هو ما خدش النمره، محمول حميده. هو اول مره يسمع الكلمه دي.